ولا كل الناس طيبين حد ما تنتهي المصلحة، كل شخص عنده مصلحة منكم، يريد من عندكم شيء، تشوفوه لطيف ويسأل عليكم ويتفقدكم، بس وقت اللي تنتهي المصلحة لا يتذكر يدزلكم مسج ولا يدق لكم تليفون ولا تدرين بيه أصلا وين صار ولا شنو موضوعه. بصراحة أنا من الأشخاص اللي أضوج من ذول الناس. أنا كنا إحنا بالحياة عندنا مصلحة من بعض الأشخاص نحتاجهم في بعض الأوقات، من نحتاجهم إحنا من تنتهي المصلحة مالتنا أو المشكلة لازم نرجع نسأل عليهم، نتفقدهم، نشوف أخبارهم، لأنه هي هذه المودة والعلاقات تستمر بهذه الطريقة. العكس طبعا يبين أنه هذا الشخص مصلحتي مثل ما إحنا نقول، ودائما أنه غايته بس يريد من عندك شيء، هو ما راح يقدم أي شيء. أكيد طبعاً أنا وزينة نتفاهم بس بالعين، يعني بالنظرات يعني أنت تحكين وكل واحدة ببالها فد موضوع وفد قصة فد فكرة وفد ناس معينة. شوفي هو صحيح بالضبط مثل ما أنت تقولين، أكو أشخاص بس وقت اللي يريدون من عندك شغلة تشوفيهم كلش قريبين من عندك، بس أنت هاي الشغلة حتى ما ينطوك مجال تستوعبين الموضوع، رأساً ينسحبون ورأساً يختفون من حياتك. وأكو أشخاص لا، مش وقت ما هم وعندك مصلحه وياهم، انت تعبانه، انت فرحانه، انت زينه، انت مو زينه، هم موجودين بحياتك لانه هم حابين يكونون موجودين بحياتك. فلهذا السبب تواصلهم وياك ما له علاقه بشنو الشيء المشترك بيناتكم، سواء كان عمل، سواء كان دراسه، سواء كان فد مشروع بيناتكم او اي شيء، لا هو حاب وجودك انت كانسانه بحياته، فمهما تغيرت الظروف راح يظل على تواصل وياك. وهذا الانسان المفروض الشخص دائما يحافظ عليه، لانه هسه صار كلش قليل بهاي الحياه وجود هيك شخص. فعلا اكيد. لا شوفي، هو اصلا التواجد وعدم التواجد شيء والمصلحه شيء ثاني. انا مع انه الدنيا فعلا احنا بحاجه لاشخاص، انا اشوفها حاجه يعني مو مصلحة ويا الأشخاص. أكو هواي ناس أني محتاجة منهم شغل، محتاجة منهم معاملة، هم بالمقابل محتاجين من عندي شيء، هذا تبادل، أني محتاجتهم بحياتي إذن، مو محتاجتهم بمصلحة. بس ذوي الأشخاص اللي فعلا يشيلون تليفون عليك بس من يجون للبلد، بس من يجون المكان، بس من يحتاجوك بشغلة، لا ذولي ما أتقبلهم بحياتي. أني مو ضد المصلحة، مو ضد الإنسان اللي يشوف مصلحته أبدا، حتى يعني الصورة تكون واضحة بالنسبة للمشاهدين حتى يفهمون فكرتي. أني مع أنه إحنا نعرف منو الشخص اللي إحنا بحاجة لشيء معين من عنده، ونفهمه ونوصل له بأنه إحنا بحاجة لهاي الشغلة، بس ما أريدك تكون صديقي، يعني نكون واضحين ويا بعض اكثر. هواي ناس يجون يدخلون حياتنا ويخدعونا بحجه انهم ما رايدين يتقربون من عندنا من باب الصداقه، من باب المحبه، من باب الاعجاب، بعدين ورا مرور اشهر تكتشفين بانه هو رايد ممكن منك بس تمشي له شغله صغيره او تمشي له معامله صغيره. زي من البدايه كنت تقدر تجي وتقول لي اني محتاج من عندك بس تمشيها، همي راح امشيها بنفس الطريقه، بس ممكن اني بنيت مشاعر صداقه تجاهك انت، او انه انطيتك امنتك على سر معين، او قربتك مني زياده عن اللزوم. فاني مع انه نكون واضحين أكثر ويا بعض ونفهم المقابل شنو اللي يريده من عنده وشنو مكانه بحياتنا. شوف، هي الحياة عبارة عن علاقات، دائرة من العلاقات، والشخص الذكي اللي يكون عنده علاقات هواية ويحافظ عليها. صح. الحياة بصورة عامة أخذ وعطى، حتى بين الأصدقاء أخذ وعطى مشاعر، أخذ وعطى وقت. لمن أني أنت تجيني بيوم زعلانة وضايجة أسمعك، أنا طيتش وقت. يوم اللي أنا أجيك وما تسمعي لي، أنت هنا صديقة مصلحة على فرض. صح. بأنه أنت بس وقت اللي احتاجتيني حكيتي لي وما تتقبليني وقت اللي أنا مثلا عندي فد مشكلة، هنا راح يبين الفرق وأعرف منو ناسي مثلا. بس إحنا من بصورة عامة من عندنا علاقات اجتماعية، لمن أنا رايدة شغلة من أحد يا بردت وساعدني عاشت إيده، تصير مناسبة مثلا عيد، أدز مسج أعايد هذا الشخص، أسأل عليه، أسمع أنه مريض أو مريض أحد عنده بالعائلة أسأل عليهم، أخلي دائما أكو تواصل محترم بيني وبينهم، حتى وقت اللي أجي أنا عندي فد مشكلة وأحتاجه ويساعدني، هنا يقول يابا أنا هذا فلان سائل علي، ويقدر هذا الشيء، مو شرط أن يكون إلا صديق مقرب من عندي. بس هسه ماكو هاي دائرة العلاقات الحقيقية اللي أنت تحكين عليها إلا قلة قليلة. يعني غالب أغلب العلاقات صارت مبنية على الوقت المحدد من وإلى. أنا هسه عندي فد معاملة على قولة زينة، هاي المعاملة تنتهي بهذا الوقت تخلص، أنا بعد ما أعرف هذا الشخص وضربت إكس من حياتي، خلصت مصلحتي وياه، شو كنت أرجع ممكن أحكيها تطلع لي غير معاملة؟ والله هاي حقيقة وأنا شفتها بعيني. صح. حتى بالعمل، حتى بالعمل مثلا تشوفين اثنين صاروا كلش صديقات بهذا العمل، بس وحده بيهم طلعت من هذا العمل، الثانيه قالت ما تحكي وياها. زين لعد شنو كانت علاقتكم فقط لان انتم بالعمل؟ ليش المفروض انتم صرتوا تفهمون بعض وصار اكو شيء مشترك بيناتكم؟ يعني عادي ترى تقدر تبقى انه صديقتي وابقى احكي وياها وابقى اسال عليها،
اصلا يعني هذا فشي مخجل انا اشوفه من بعض الاشخاص اللي العلاقه مالتهم مربوطه بمده معينه. لا، اذا هي مربوطه بمده معينه مو الا تصير من الاساس، مو الا ابني هاي العلاقه من الاصل او ابنيها بشكل صح، لانه ماكو شغل يستمر للابد وماكو دراسه تستمر للابد وماكو اي شيء بالدنيا، حتى جارها من يجوز اروح لغير بيت. فاذا انا من ابني علاقه ابني على اساس الانسان، ما ابني على اساس الظروف، لان الظروف دائما هي متغيره. صح مستعرفين كل هذه الاشياء السلبيه اللي جاي يصير بالعلاقات جاي يصير بس اخر فتره، يعني هذا الزمن الصعيد. قبل ما كان هذا الموضوع انا اتذكر امي تعنينا من يعني منا من اربيل المحافظات بس حتى تروح تسال على صديقات المدرسه، تريد تعرف، تريد تتواصل وياهم بس حتى تعرف جارهم هذا بعده عايش شلونه بيشي. يعني هاي التواصل قبل كان موجود، قبل عندهم هذه النقطه، حاليا عندنا صاروا كانه يتفاخرون بانه اني على قد المصلحه واقول لكم مع السلامه. صار الموضوع تفاخر بانه اني انسان ذكي ورابط ذكائي بمصلحتي. الذكاء مو هيك، يعني هذا مو ذكاء اني اشوفه بصراحه. يعني صار عليها جمله هذا غباء، لانه انت شلون واصل هذه المرحله من عدم الادراك بانه انت تقطع علاقاتك، ويعني اذا هم مره عدوا لك اياها وسووا لك اللي تريده ومره ثانيه سووا لك تريده والثالثه، حينكشف الموضوع راح تعرف انه انت انسان مصلحتي منافق بك الاطباع اللي هي ما تناسب بانه تتواجد بحياتهم. وحتى من تحتاج فعلا يعني احد يوقف وياك، ما حد راح يوقف وياك بالمستقبل. فلازم هذا الجيل الجديد بصراحه يركز على هاي النقطه. اي نعم الحياه صارت سريعه ووسائل التواصل صارت سريعة وتحديد الكل، هذه فرصة أنا أشوفها فرصة بأنه إحنا نبقي ذكرانا يعني حلو يم كل الأشخاص. أرسل مسج تحديد للكل، مو بالضروري يكون من الداخل، بس حتى على الأقل باكر عقبه لا سامح الله احتاجيت أحد. أنت داز مسج بمناسبة، بعيد، برأس السنة، عرفت فلان مثلا لا سامح الله صارت له حالة وفاة، أكتب له مسج يعني أجبر بخاطره. زين هذه تفاصيل ما تقلل من عندنا ولا تضيع من وقتنا قبل الناس تتعنى من مكان لمكان حتى تسأل وتبقي علاقاتها قائمة. احنا اليوم جايين نموت بعلاقاتنا، وابسط واسهل وسائل عندنا هاي. انت ذكرتي لي عندهم ارقام تليفون، هسه صارت اكو وسيلة اسهل، هي الفيسبوك. بالضبط، من خلال الفيسبوك انت يطلع لك حتى مثلا بفلان يوم هذا الشخص عنده عيد ميلاد، اعايده لهذا الشخص، اسأل عليه، من مثلا تصير لفت حالة وفاة يعني اعزيه من خلال الفيسبوك. الفيسبوك صار وسيلة بانه يجمع اكبر عدد من الاصدقاء والمعارف شو نقول احنا مثل ما نقول بشخطة قلم، هي باصبعكم تقدرون انتم تكتبون اي شيء تردوه، تتفقدون الشخص اللي تردوه، ممكن تلقون اصدقاء الطفولة من خلال الفيسبوك. انا من الاشخاص اللي صديقاتي الطفولة لقيتهم كلهم من خلال الفيسبوك، وفرحت انه كان وسيلة بين القاهم. فهنا اظل على تواصل انا وياهم، فممكن احنا بابسط الامور نظل على تواصل ومواكبة لبعض الاشخاص في حياتنا. بالضبط، الشخص اللي يدور بس مصلحته بالعلاقات للعلم عنده ذكاء اجتماعي كلش منخفض، يعني هذه عرفوها معلومة عامة، لأنه هذا الإنسان يعتقد أنه بناء العلاقات على أساس أمور معينة، فلهذا السبب هو ما يكسب صداقات وعلاقات حقيقية. حتى العلاقة القوية اللي يصير بها راح يفقدها ورا فترة، فراح يخسر الناس ويخسر الآخرين، وما يكون في علاقة صدق هو محتاجها. هو يظن أنه هذا حاجة خلصت وهنا أنا وبس، وينتقل هيك من شخص لشخص، فهو ما يعرف يرتب أموره ويصير علاقاته بطريقة حقيقية. فيظن شنو؟ يظن أنه هذا انتهى، ما له داعي، خلاص هذا خلصت غايتي من هذا الشخص، وفلانة خلاص بعد ما أريده وما أحتاجه، وما أعرف من هي ردتها بس بهذا الوقت ترتب لي فلان شغلة. الحياة ما تمشي على هاي الطريقة، لأنه حتى لو إحنا فكرنا بهاي الطريقة فالمصلحة ما تنتهي وما تخلص. احنا دائما نحتاج بعض، هيك الله خلقنا، هي حياتي، احنا دائما نحتاج بعض. اليوم انا احتاجت سرى، باكر هي تحتاجني، عقب انا اريد شغله من زينه. الحياه هي كلها هيك. فاذا احنا صدق يعني نريد نبني شيء على اساس المصلحه، فالمصلحه غير منتهيه.